يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء الشقة بالأقساط علما أن الشقق غير جاهزة الآن، فيتم دفع مبلغ من المال كمقدم والباقي على شكل أقساط إلى أن يحين موعد تسليمها بعد عامين؟ هذا ما هو صحيح، لأنه بيع معدوم، هذا بيع شيء معدوم. الشقق لا تباع حتى تنتهي إمارتها وإعدادها ويشترى شيء واضح موجود، أما شيء سيعمل فيما بعد فهذا لا يصح. وهذا ما يسمونه بالاستصناع، يسمونه بالاستصناع، استصناع السلعة، وهذا عند الجمهور لا يصح لأنه بيع معدوم. نعم.